اسمع يا ابني والنبي، انا قلت لك ما ينفعش وبلغ اللي مشغلك ان هو ما ينفعش. انا ما عنديش حاجه اقولها. سلام حسن. وحشتني. انت جاي بقولي امرك معاكي ولا انا جاي اقولك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا حسن. انت اللي انت بتقوليه ده عليا، ما ينفعش تسيب بعض. ما تمدش ايدك عليها، انت فاهم؟ ما تخليكي في حالك. ايه يا صغيره مستنيه حد كبير يقولها تعمل ايه وما تعملش ايه ولا ايه؟ صح، هي مش صغيره عشان كده جايه لك بنفسها تقولك اللي بينك وما بينها خلاص انتهى ومش محتاجه حد يتكلم بلسانها. مش ينفع نكمل مع بعض يا حسن، هو ده القرار الصح. طز في الصح، طز علي. انا بحبك. بس انا لو كملت اكتر من كده معاكي يا حسن هكرهك وهكره نفسي. قلت لك ما تمدش ايدك عليها، انت فاهم ولا ما بتفهمش؟ والا وديني والله انا اللي هقف لك. تقفي لمين يا مجنونه انت؟ ما بقاش الا واحده زي دي، واحده معقدك اصلا كانت منمره على خطيب اختك. وانت جاي دلوقتي عايز تبوظ جوازتك انت. ايه؟ ما لقيتيش اوسخ من كده تتحامي فيه؟ انت عارف مين الوسخ؟ الوسخ اللي بيتشطر وبيضرب واحده ست وما بتقول له انا مش عايزاك، بيفضل يلف ويحوم حواليها مع ان هي بتقول له بمنتهى البساطه مش عايزاك يا اخي، وهو بيفضل لازق. هو ده بقى الوسخ. وانت جاي تولعيها ولا ايه؟ ما تتلمي بقى. نزل ايدك، هتتشطر عليا انا كمان وتمد ايدك ولا ايه؟ فوق لنفسك. انا ولا بخاف من الصوت العالي ولا من الفضايح ولا من الجرس. اوعى تفكر ان احنا اتنين ولايه وهتتشطر علينا. احنا اتنين ولايه بس ب 100 راجل. انا عامله بس اعتبار لعاليه ان هي مش عايزه تكبر الموضوع وتدخل العيله فيه. يا ريت بقى تخلص كده على الهادي ونخلص. وصلت ولا لسه؟ يلا يا شهر يلا. اللي بينا ما خلصش يا عاليه.